أهم التطورات في العراق والعالم نتابعها بدقيقتين. السودان يرفض استقالة 3 وزراء ويسلم السفير الفلسطيني رسالة تضامن من العراق. مفوضيات الانتخابات تخصص 35 مركز اقتراع للنازحين في مخيمات كردستان. وزير الداخلية يكرم رجل المرور المدهوس في بغداد ويحيل سائق الباجيرو إلى القضاء. سلم رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني السفير الفلسطيني أحمد الرويضي رسالة تضامن باسم العراق مع فلسطين وحق شعبها في الاستقلال والعيش الآمن. وأكد رئيس الوزراء موقف العراق الثابت في رفض جرائم الاحتلال والاستعداد لدعم إنهاء معاناة أهالي غزة. ورفض السودان استقالات وزراء التخطيط والصناعة والثقافة. الناطق باسم الحكومة ذكر أن الوزراء سيباشرون أعمالهم التنفيذية مبينا أن القرار يؤكد منهج الحكومة في ضمان التمثيل السياسي لجميع أبناء الشعب ودعم الاستقرار. خصصت مفوضية الانتخابات 35 مركز اقتراع للنازحين في مخيمات كردستان، ويحق للنازح التصويت للمرشح في محافظته الأصلية فيما يتعين على 500,000 مقيم في الإقليم من بقية المحافظات الذهاب إلى محافظاتهم للإدلاء بأصواتهم هناك. حذر البنك المركزي من سوء استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني خارج العراق، وذكر إعلام البنك في بيان أنه سيدرج أسماء أصحاب البطاقات المصرفية التي يتم ضبط إساءة استخدامها أو تهريبها ضمن القوائم السوداء، كما سيتم حرمانهم من إصدار بطاقات أخرى. قابل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري رجل المرور وسائق السيارة الباجيرو الذي تعمد دهسه في بغداد، وأحال الشمري السائق إلى القضاء لينال جزاءه بعد وقت قصير من اعتقاله، فيما قرر تكريم رجل المرور بمنحه إجازة وهدية مالية. للمزيد تابعوا منصة يو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي.